موضوع الحقيقة هام جدا هذا اللي باش نتطرق له اليوم في علم الشيء اللي هو البيوعات عن طريق الانترنت. هو الحقيقة توا اللي يسمعوا فينا يقول لك شنو جاب جديد؟ توا البيوعات ما هي موجودة. أي وما هي وماشية وتكثر. وماشية وتكثر. أي وأخي ما فماش قانون ينظم هالمسألة هذية. أخي شنو جديد احنا باش نجيبوه كي نحكيو على البيوعات عن طريق الانترنت؟ عندنا جديد. أما جديد راهو لميزانية الدولة. لميزانية الدولة. ضخ أداءات إضافية لميزانية الدولة بالنسبة للبيوعات عن طريق الانترنت. تو تعرف أنه احنا نحتلوا المرتبة 77 عالميا في التجارة الإلكترونية. نحتلوا المرتبة الثالثة إفريقيا وعربيا في التجارة الإلكترونية. تعرف احنا من عام 98 عملنا ما يسمى بالليفونتون ليني في قانون من عام 98، هو القانون عدد 40 لسنة 98 المؤرخ في 2 جوان 1998 يحكي على البيوعات عن بعد، ليفونت اون ليني، عن طريق وسائل الاتصال التواصل الاجتماعي والاتصال الاجتماعي والوسائل السمعية والبصرية. احنا اليوم جينا بجديد باش ربما من بابي من انظر فقد اعذر. بعتالي كي يجيك اعلام من القبضه الماليه يقول لك راك توليت انت ك بيرسون فيزيك كشخص طبيعي مش شركات، لانه الشركات تنجم تخدم تحت نظام التجاره الالكترونيه بالقانون نتاع سنه 2000، تنجم تخدم بالقانون نتاع الاشهار والبيوعات عن بعد نتاع سنه 1998. وهنا نفتح قوس بكري وانا جاي نسمع في منال تحكي في الصحف عنا 80% من الخضر والغلال تدخل عن طريق السوق الموازية، 50% من البرودوي كوسميتيك قاعدين يدخلوا عن طريق السوق الموازية. صحيح. البيوعات عن طريق الانترنت الغير مؤطرة هي سوق موازية بأتم معنى الكلمة، لأنه فما تذمر كبير من الناس المنتصبين وخاصة الجراند سيرفاس ولا الناس المختصين في بيع الآلات الكهرو منزلية. الناس كل تتذمر من هالليفونت هذم لايل عشوائيين اللي ما فيهمش تأطير قانوني واللي كثرت الحقيقة. والحقيقة ما فيهاش ضمانات كبيرة، لأنه لا فيها ضمانات فيما بعد البيع، لا فيها ضمانات متاع العيوب الخفية اللي ممكن الواحد طهر. ونصار عليا الحقيقه بكل صراحه المدام اخذت اله كهربائيه جينا نجربوا فيها، جربنا البطاطا تطلع نيه، ما لا تقلي لا تعمل حتى شيء. بعتالي كي وصلت انا مشيت تنقلت على عين المكان لا اجد لا مقرا للشركه ولا اجد اي تواصل ولا فما ضمان ما بعد البيع. والشخص اللي باعنا الآلة هذيك عن طريق الانترنت وهي آلة جديدة لم معناتها التليفون نتاعو سكروا نحاه. معناتها نتصور انا مش انا برك كنت ضحية، الالاف مش انت برك كانوا ضحايا نتاع انك يجيك برودوي، البرودوي هذيك ما فيش ضمان ما بعد البيع، ما فيش ضمان للعيوب الخفية، ما فيش كذا. في حيني وانه مثلا كي نحكيو على البيوعات عن بعد في اطار قانون 98 ولا في نطاق حتى التجاره الالكترونيه يعطيك 10 ايام باش تخمم وتنجم تبدل المنتوج، وفما خاصيات المنتوج لازم تكون موجوده، يلزم فما ضمان ما بعد البيع، وفما معناتها شهاده نتاع ضمان اللي ناخذها. ساعات يقول لك كان عجبك رخصه طيح نصفه في الطريق، معناتها ما يعجبكش رخصه راه تنجم طيح نصفه. هو انت اشرت النقطه هامه جدا استاذ اللي هي تغيير الارقام. تو باغ اكزومبل انت حاولت انك تتنقل معناها اللي مقر الشركه وتتصل بالرقم اللي شريت اللي من شريت عنده. معناها ايبا هي السوق موازيه غيالمون. علاش؟ على خاطر هما دي بيرسون فيزيك ويمشيو حسب الستوك ولا حسب السيزون. اليوم يبيع في ماكينات الكتروميناجي ولا حاجه كيما هكا، غدوه يبيع في بش، بعد غدوه يبيع في سبابط. دونك والرقم راهم يتبدلوا حسب السيزون، وراهم ماهيش عمليه غير مراقبه. وذاك علاش الدوله ستتدخل في قانون الماليه لسنه 2025 بمقتضى فصل 56 وش تولي بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش بتيندا، ما عندهمش تعريف جبائي بطاقه وجود تصريح بالوجود باش تولي معروف لدى اداره الجبايه، راهو باش يولي فما خصم من المورد قدره 3% من قيمة المنتوج ريتوني على سورس. زيد فسر لنا هاوش نفسر لك الفصل 56 اش يقول هذا الفصل؟ تضاف بعد الفقرة الفرعية زائد الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة 1 من الفصل 52، فصل 52 هذا يشير إلى مجلة الضريبة
على مدخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية إشقول جاء 3% من المبالغ باعتبار الأداء على القيمة المضافة التي يدفعها مصدو خدمات التوصيل عن طريق الليفريزون. أي. تعرف أنت توا وقت اللي تبدأ تحوس في سوسة ولا في المسير وفي أي مدينة جميلة في ترى الليفرور وترى معناتها بعض العلامات متاع الفيبرو وهي علامات عالمية البعض. هذيك راهو تخدم في إطار القانون، هذيك سون دي ستارت اب يخدموا في إطار القانون. قال مشرع شطلب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين اللي مثلا انا عندي سياره نحب نبيعها، نحب نبيعها عن طريق الانترنت، قبل ما كنتش ندفع اداءات نبيعها، تجيني سناء نقول لها عجبتك السياره جابت ميكانيسيان تاخو من غير ما ندفع اداءات. وهنا هو جاء تحت عنوان الفصل 56 من قانون الماليه لسنه 2025 والقايل علاش احنا ما نحكيوش عليه وقت لا يهبط. لا، الفصل هذا شي تم اعتماده لانه جاي في نطاق التصدي للتهرب الجبائي لعمليات البيع على الانترنت وعبر وسائل البث السمعي البصري. قلت انه اذا عندك بتين ده انت تدفع 3% من المبالغ باعتبار الاداء على القيمه المضافه التي يدفعها مصدو الخدمات لبريستاتير دو سيرفيس والتوصيل الى الاشخاص الذين يتولون بيع سلعهم ومنتجاتهم عبر الانترنت وعبر وسائل البث السمعي البصري. قول قائل كي نبدا عندي باتيندا، كي نبدا عندي باتيندا يقع الابقاء على الفصل 52 من مجله الضريبه على الدخل للاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين هي 1.5%. وهنا انا عندي تابلو يثبت انه كيفاش كان النص وكيفاش يولي. معناتها 3% ما كانتش موجوده بالنسبه للمبالغ التي تفوق الألف دينار، معناتها يلزم ديما تفوت المبالغ هذه الألف دينار. قول قايل معناتها هذا شنو باش يغير؟ يغير انه انسان يولي تحت مراقبه جبائيه، تحت مظله جبائيه، لانه شنو اللي خلى الاسعار ترتفع؟ وهنا نربطه حتى مع حصتنا الفارطه نتاع رقمنه الخدمات الاداريه. قد ما هبطوا البير القصعه، قد ما وزراء مشاو تعاقبوا على وزاره التجاره ويهبطوا في زيارات فجائيه، زيارات راهو معناتها سوق الجمله نتاع بير القصعه اذا ما الرقم نوشي ويكون رانا مازلنا باش نشهدوا ارتفاع كبير كبير في الاسعار، في الخضر والغلال، في حتى في الاسعار الورقيه. انت معدنوس ولا سلق كنت تاخذه ب 150 وب 250 تو ب 600 و 700 وما تلقاش. وبالتالي احنا هنا الرقابه نتاع الدوله يلزمها تكون موجوده للحد من السوق الموازيه وادخال هالبيوعات العشوائيه ذي عن طريق الانترنت. راني اعيما اقول كي نقول بيوعات عشوائيه وما اكثرها. علاش؟ لانه صحيح عندنا قانون تاع التجاره الالكترونيه بالنسبه للشركات، صحيح عندنا قانون يحكي عن لي فونت اون ليني، لكن انا وكان نقرا القانون شويه نتاع لي فونت اون ليني سنه يقول لك يلزم تعريف المؤسسه البائعه ومسديه الخدمات باش ما يصيرليش اللي صار ليا انا. عنوان البائع او مسدي الخدمات وارقامه هاتفي، ذكر طبيعه وخاصيات المنتوج والخدمه، سعر المنتوج الخدمه، شروط الدفع، الضمان، الابدال الوحيد. بون، هذا الحقيقه احقاقا الحق في موجود في اكثر من مناسبه، من مناسبه في البون دو ليفريزون تلقى لي دوني هذوما للناس اللي تحترم انفسها، تحترم نفسها. تحترم انفسها، اما وقت اللي يبعث لك منتوج عن طريق الانترنت وانت بمجرد تستعمل الهاتف نتاعك الجوال تحط اشتي ويجيك ساعات انت فما حاجه راهو قاعدين الحقيقه ماناش قاعدين فايقين بها، اللي هي راهو عندك حق في تقليب المنتوج وقت اللي يوصل لك. الليفرور وقت اللي يوصل لك يا سناء يقول لك صحح لي في الوريقه وما يخليلكش الوقت حتى باش تصحح حتى باش تتفقد المنتوج. يندرى معناتها فما في هو نفسه اللي طلبته والا وما فيش مواصفات. لكن عاده هالبيوعات العشوائيه هذه اللي تصير عبر الانترنت عاده يتم فيها الغش، يتم فيها ترفيع في الاسعار، وفي بعض الحالات يقول لك معناتها الثمن انكلو في التوصيل، بعتالي وقت اللي توصل يقول لك لا 8 دينارات ولا 7 دينارات راهو اسدائك الخدمه نتاع التوصيل. وبالتالي ننتبهوا راهو فما فصل قانوني باش يجي في قانون الماليه وباش يدخل حجز التنفيذ لو 1 جانفي 2025 الاول غره جانفي 2025 هو الفصل 56. نحب نذكر الفصل 56 باش يوظف
خصم على المورد ريتوني على سورس بالنسبة لمصدي خدمات وبالنسبة للبيوعات عن طريق الانترنت وعن طريق وسائل الاتصال السمعي والبصري قدرها 3% في صورة ما إذا ما عندكش تصريح بالوجود وما عندكش بتيندا باش تخدم الخدمة هذيك، وبالتالي ينطبق عليا وعليك يا سناء ينطبق على الشخص الطبيعي العادي. معناها خلينا نرجع نبسطوا اكثر. عندي كهرباء باش نبيعها، ولا عندي قطعه ارض باش نبيعها، ولا عندي قطعه مابل باش نبيعها. برشا ناس بالحق تستنجد راهي بمواقع التواصل الاجتماعي وبالانترنت انها تبيعها. اوكي، انت حطيت الكهرباء نتاعك للبيع وتمت البيعة باغ اكزومبل وكل شيء وحطيت نيميرو دو كونتاكت والكل، كيفاش باش يتم الاقتطاع نتاع المبلغ هذا نتاع 3%؟ خاطر كهرباء جاي غالبا على سورس يتم الاقتطاع نتاعه من من المبلغ نتاع البيع ويتعطى القبضه. سيستم ريتوني على سورس كيما هي اللي تراسلك، وهنا توا باش يوليو فما متابعه دقيقه لك المجال نتاع البيوعات العشوائيه عن طريق الانترنت. هو سوى بكري محمود في الأوف وسمية قالوا لي يعمل اسم مستعار واسم كذا. لا بك الرقم، فما رقم تاع السيارة مثلا، نعطيك رقم السيارة. تو رقم السيارة وقت اللي تخرج قدام جوهرة أفام وتاخو نومرو وتعطيه الفيشوتو يعرفوهم تاع ناصر شهلول ولا مش تاع ناصر شهلول، يعرفوه باسم مرته ولا مش باسم مرته، يعرفوهم تاع سناء ولا مش تاع سناء. معناتها نعرفوا كل شيء وتم المتابعة هذه. وفما منصات، هو تو فما منصة مشهورة مش لازم باش نقولوها باعتبارنا تولي إشهار، ما تاخو حد شيء هي، لكن تاخو من الانستغرام وتاخو من التيك توك وتاخو من الفيسبوك باعتبار أنه لي نومبر دو في ولي نومبر نتاع تدخل للمواطنين. لكن نهار آخر تو باش تولي المنصة هذه هي بيدها مراقبة وش تولي تدفع الأداءات في صورة ما إذا مر هذا البيع العشوائي عن طريق الإنترنت عبر المنصة هذه. هالإجراءات هذه الكل راهي من شأنها أن تحد من معناتها السوق الموازية وتحد من التهرب الضريبي والتهرب الجبائي بالنسبة للعباد اللي تبيع على الإنترنت. لأنه أنا وقت نبيع بدينار نحط دينار في جيبي، الدولة ما تربح مني شيء عن طريق الإنترنت وعن طريق البيوع. نبيع ب 500 نحط ال 500 في جيبي، وبالتالي فما نسبتين، نسبة 3% في صورة عدم وجود باتيندا ويسمى الروتوني على سورس، ما هو الخصم من المورد. أنت تعرف اللي مثلا ال 15% ال 10% هي كانت 15 ولات 10 في قانون المالية القديم بالنسبة للكراءات مثلا. كي تكري أنت توا محل يلزمك وقت اللي تدفع معناتها يدفع لك معناتها الشخص هذاك فلوس ينقص 10% يهزهم هو القبضة المتسوق. معناتها الكاري يهز هو كل 10% وما يلزمش المالك يحتج على النسبة هذيك، راهي نسبة قانونية وتخلي عقدك قانوني. وقت اللي في صورة ما إذا فما نزاع فإنك تلتجأ إلى المحكمة، المحكمة تقبل منك العقد هذاك اللي يكون مسجل تبقى أحكام الفصل 87 من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين الصادرة عام 1993. أنت في البشرة، وفي البشرة ونسمع فيك بكريم البشرة، بشرة خير. راهو سي كمال المدوري أمس في اجتماعه ومع مجلس الأقاليم ومجلس النواب قال كلمة، هو قال هكاك قررنا باش نعملوا صندوق، مش صندوق بطالة. رد بالكم، أنا كلمني واحد قال لي خفش تحكيوا على صندوق، صندوق لمن فقدوا مواطن الشغل. راهو خطوة باهية ياسر، خطوة إلى الأمام، شوفوا الموارد منين باش تمولوه، وهو خطوة إيجابية. الموارد باش تكون من عند اللي يخدموا بالطبيعة. هو مازال طول واحد، لكن صديقي الكريم اللي طلبني الصباح قال لي بربي احكي لنا عليه، نقول لك دعها تقعصع. لكل حدث مش حادث، راهو رد بالنا ساعات برناش كله، لكل حدث حديث. وقت اللي الصندوق هذا يظهر على العلن نوعدكم وعد صادق انه نرجعوا له ونرجعوا على التمويل نتاعه وشكون اللي باش ينتفع فيه. وراهو ما نغلطوش، ما هو الصندوق بطاله كما موجود في بعض الدول الاوروبيه والبعض من الدول العربيه، وش نكونوا من اولى الدول العربيه اللي تعمل صندوق لتعويض من فقدوا مواطن شغلهم وليس بصندوق بطالة. وللحديث بقية.